التقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كوتشانغ نظيره النيوزيلندي جون كي بعد ظهر أمس الاثنين في مدينة نيويورك الأمريكية. قال لي كوتشانغ خلال اللقاء إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يجري بشكل سلس، وإن الجانبين يحافظان على تواصل جيد في الشؤون الإقليمية والدولية، حيث ترغب الصين في العمل مع نيوزيلندا على بذل جهود مشتركة في تعزيز التفاهم السياسي والحفاظ على تبادلات الرافعة المستوى وتعميق التعاون العملي وتوثيق التواصل والتنسيق في الشؤون المتعددة الأطراف، مما يساعد على دفع تنمية العلاقات الصينية النيوزيلندية بشكل صحي ومستقر. من جانبه قال جون كي إن نيوزيلندا تؤثر بالغ الاهتمام بتنمية علاقاتها مع الصين، أملا في إطلاق المفاوضات حول ترك اتفاقية تجارة حرة بين الصين ونيوزيلندا في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال القضاء وتنفيذ القانون ودفع تحقيق العلاقات الثنائية. كما أعرب جون كي عن تقديره لدور البناء الذي تلعبه الصين في الشؤون الدولية.